مسؤولين المناطق الإعلامية سواء محلية أو جهوية أو وطنية. أولا كان لابد بعد الجمع العام أن المكتب المديري المنتخب وفق الجمع العام 9 أغسطس 2022 كان لابد من خلق واحد السياسة للتواصل في إطار لانفتاح الحقل الإعلامي أولا، وإشراكهم في هذا البرنامج أو المشروع ديال المكتب المديري المنتخب. كيف تتعرفوا بأنه وكما لاحظتوا بأنه الفريق سواء في جميع هياكله بمعنى المكتب المديري السابق والمؤسسة ديال المنخرط خلقوا واحد الدينامية على مستوى المتابعة ديال الوضعية ديال الفريق منذ بداية الموسم، وعايشوا الحالة والوضعية اللي عاشها الفريق انطلاقا من ما هو يعني تنافسي، وانطلاقا ما هي بنية تحتية، انطلاقا من مجموعة ديال العوامل أهمها هو الجمع العام. يعني بعد الملاحظات والاشتغال ديال مؤسسة المنخرط وصلنا للمرحلة ديال الجمع العام لتجديد النفس، وكذلك لخلق واحد التغيير اللي بغيناه يكون شامل ويكون جوهري ويكون الأحسن. صحيح أن الوضعية ديال الفريق ما كناش نتمناوها تكون على الحال، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذا حنا ولاد اليوم ولاد واحد العمل اللي بغينا نبنيو على واحد الميثاق ديال التواصل خصوصا مع الإعلام. الإعلام اللي تعتبر من القاطرات ديال التنمية الرياضية في البلاد. الإعلام اللي خصنا يعني مسؤوليتنا حنا نتواصلوا معاه ونعطيوه المعلومة الحقيقية. لماذا؟ لأننا بغينا نبنيو واحد المشروع اللي هو شمولي ويكون مؤسس على واحد الأساس صحيح، خصنا تواصل يكون صريح وواقعي وسليم. إذا باش ما نطولش عليكم، تنشكروا أولا الإخوة الصحفيين أولا، ثانيا تنرحبوا بالإطار الوطني السي محمد البكاري لأنه غادي يناقش معنا ما هو تقني وشنا هو المشروع ديالو في إطار التداخل مع المشروع ديال المكتب المديري. إذا هنا حنا جينا هنا لسياسة الأهداف. هذه السياسة ديال الأهداف غادي يشرحها الأخ عينان، بحيث أنه هو المكلف بطرح مشروع المكتب المديري على مستوى القريب والمتوسط والبعيد. والسي البكاري غادي يشرح لنا المشروع ديالو في إطار أشنو سطرنا مع المكتب المديري من أهداف في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الفريق. إذا بلا ما نطول لكم، تنعاود نرحب بكم، تنعاود نرحب بالإخوة أعضاء المكتب المديري، وتنعطي الكلمة أنتم غادي تختاروا واش نعطيو البرنامج ديالنا كمكتب مديري أو ننتقلوا للشق التقني في التعامل مع المدرب حتى هو يشرح لكم المشروع. نظرا للإكراهات يلاه جا من التدريب وخصص لينا الوقت ديالو باش نخليو ليه المجال باش يمشي يستعد للحصة المسائية. تنتمنى أنه يعني حدو شكون اللي غادي واش نسبقو السي كريم بنظركم ولا نسبقو السي عبد الرحيم؟ أولا غنكون مبسوط. إذا نعطيو الكلمة للسي عبد الرحيم عينان اللي غادي يعرض علينا المشروع ديال المكتب المديري الجديد. عندي واحد النقطة، أولا تيعتذر السي هادي العوني، عنده واحد الالتزام إداري ديال الفريق، إذا تيعتذر وغادي يتواصل معكم في مناسبات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، خير إن شاء الله. أنا بدوري كنرحب بالمناظر الإعلامية متواجدة معنا، كنجدد الترحاب بالإطار الوطني واللي هو أصبح ابن هذا الدار ويعرفها زنقة وزنقة، وتشرك معنا طعام. إذا اللي تشرك معك طعام راه ولا منك.
المفكري الإطار الوطني المتواضع الشعبي جاء في المرحلة الدقيقة وبغينا نبنيو معاه مشروع والأهداف اللي جا بها المكتب المديري القديم الجديد. إذا من بعد الجمع العام خذينا على عاتقنا حنا كمكتب أن دائما نفاتحوا على الإعلام ومن خلاله سننفتح على الجماهير الوطزامية الشغوفة المحبة لنادي ساري وطزم باش ما يبقى حتى شي لبس وما يبقاش شي مقال، وغادي نعملوا على هذا التقليد كل ما دعات الضرورة. إذا من بعد الجمع العام واللي كان فيه نقاش بناء واللي أسفر على انتخاب مكتب المديري الجديد، كاينين معنا إخوان اللي هما كانوا كيسيروا قبل ودخلوا معنا، إذا هنا حافظنا على واحد التوازن، حافظنا على التجربة، وحافظنا على أن ندخلوا دماء جديدة في المكتب المديري اللي هي عندها قوة اقتراحية وعندها طموح باش ترقى بالمكسب بالفريق ما هو مهم. إذا مباشرة من بعد انتهاء الجمع العام انطلقنا في المفاوضات في هذاك الليل. أشنو الإجراءات الأولية اللي خاصها تتخذ والآنية؟ لأن الوقت يدركنا ويضايقنا، فنعرفوا بأن البطولة غادي تنطلق في 2 سبتمبر. إذا حنا اليوم احنا في 10 أوت، إذا الوقت ضيق، ولكن تنتمنوا أن السي البكاري يتغلب على هاد المصاعب. إذا كانت مفاوضات اللي هي ماراثونية، يعني من الأحد في الليل والاثنين النهار كامل والبارح الثلاث، باش وصلنا لواحد المجموعة ديال الإجراءات باش نوضعوا القطار على السكة ديالو الصحيحة. توضع القطار على السكة ديالو الصحيحة وكاين الربان. إذا الربان خصنا نهيئوا ليه الظروف اللي خاصو يشتغل فيها. إذا من بعد التوقيع مع السي محمد البكاري العقد ديالو، فكانت واحد الجلسة مسائية اللي جمعنا فيها كمكتب مديري ولاعبين وجميع الستاف اللي غادي يخدم مع سي محمد البكاري، والكل انه كيتحمل المسؤوليه، الكل عازم على انه يدفع بالعجله للامام، الكل عازم انه يدعم الفريق، الكل عازم بان كاين واحد الهدف اللي هو اسمه كبير وتنتمنوا يتحقق من هنا لنهايه الموسم الكروي، هو العودة إلى قسم الصفو. هذا الهدف الأسمى واللي حسسنا الجميع به والكل وجدناه بأنه عنده هذه الرغبة والكل سيعمل، لا من ناحية السيد المدرب السيد محمد البكاري، ولا من ناحية الستاف اللي غادي يخدم معاه، ولا من ناحية حتى اللاعبين شخص العميد ديالهم، لأن كاين واحد. إذا ركزنا حنا كمكتب مديري باش نطمئنوا وننقوا الأجواء، أننا اتجهنا أننا عطينا وعود اللاعبين بأن ما غادي تخصهم حتى شي حاجة، أنهم غادي يكونوا في أريحية. الظروف والإكراهات راه هي اللي كنا عايشينها في السنة الماضية في الموسم الماضي، هو التنقلات، ما عندناش ملعب ديال التدريب، ما عندناش ملعب فين كنلعبوا. إذا هذا الشق الثاني اللي خاص يعمل عليه المكتب المديري. اولا بعدا هاد الشق ديال ان اللي كيخص المدرب واللاعبين باش تنطلق العجله. اذا هادشي اتفقنا مع السي بكاري، وراه غادي يعطي حتى هو ايضاحات فيه. الان نحن بصدد ان ناقشنا مع السي بكاري، كاين واحد التربص من 10 ايام اللي غادي يكون بالمركز ديال الصنوبر، وقبل منه راه غادي يوقف على الوضعيه ديال الفريق وغادي يشوف شكون فين كاين عنده الخصاص، باش اننا نجلسوا ونشوفوا الانتدابات اللي غادي تعطي الاضافه
التركيبه البشريه والترسانه البشريه اللي كاينه عندنا. اذا هادو اتفاقات راه كاينه مع سيلو الكاري راه غادي يدير. نحاولوا ان تنطلق العجله الاخوان، راه ملي غادي يوقف سيلو الكاري وغادي يدي معاه انتدابات تتم انتدابات، وغادي يرافق الفريق المركز ديال الصنوبر بوزنيقه. تنتمناو ان ديك الساعه يرجع فريق متكامل وتنطلق البطوله. حنا من هذا المنبر كنعاودوا نرحبوا بكم، وانتم سند وانتم هما الواجهه ديالنا بالنسبه للجماهير. حاولوا ان ما يكونش الضغط، البدايه راه تتكون شويه صعيبه. حنا في حاجه للجماهير داخل الوطن وخارج الوطن، والمنابر الاعلاميه اللي كتخدم الرياضه واللي كتخدم كره القدم بشكل عام. وما باش ما نطولش، غادي نخلي الكلمه السي محمد البكاري اللي كنرحبوا به ثاني من جديد، وهو غادي يعطيكم ايضاحات على برنامجه اللي غادي يعمل عليه في هذا الموسم الكروي. وشكرا. شكرا. تحيه رياضيه لجميع الاخوه الصحفيين، نشكر الاخوان المسير وكذلك الرئيس اللي موجودش معنا السي عادل اللي موجودش معنا. فبالفعل يعني كانت جلسات اللي هي طويله باش نوقفوا على الفريق، وقش لهم يعني المكتب المسير الجديد فين تيفكر انه يحط الفريق يعني في حله جديده. فكاينين اكراهات كيقولوا الاخوان، كاين اكراهات كثيره. هي اول حاجه هو الملعب تاع التدريب، لانه تتشوفوا الفريق اليوم هذا واقع نظن انه الموسم الثاني هو تيتنقل في تدريب يوميه خارج المدينه، وشيء هذا اللي صعب شويه بزاف، لانه التنقل خارج المدينه تيعطيك واحد التعب كبير للاعبين. على اي حال فالاخوان ديال المكتب المصري اللي فهموا تيديروا واحد الجهد كبير باش يوفروا انه يكون عندنا ان شاء الله ملعب ديال التدريب يكون في المدينه ديال وادزم، وجميع اللاعبين يكونوا انهم ساكنين في مدينه وادزم يتدربوا ويكونوا من اقرب. هذه نقطة اللي مهمة جدا اللي ناقشناها. النقطة الثانية هو انه كيفاش غادي نسير فريق سلع وادزم هذا الموسم، واش انه نرجعوا فالموسم ديالنا الاول القسم الاول، او نكونوا فريق مستقبلي. هذه الاشياء كلها طرحناها، وملي لقينا انه الفريق فهو باقي محافظ على هو تقريبا واحد 70% من التركيبة البشرية ديالو، ف غادي نحاولوا باش ان شاء الله غادي نديروا واحد الجهد كبير احنا كطاقم تقني وكذلك اللاعبين وكذلك المكتب المسير، وتنتقسموا لانه كون كان عندنا جمهور في مدينتنا ومع الجمهور ديالنا غادي يكون واحد السند قوي لينا حنايا، لانه غادي يكون جميع المباريات خارج الملعب انه سيرتو المباريات اللي تكون احنا مستقبلين فيها تيكون 50-50 مع الفريق الخصم. ولكن هادشي كلشي ان شاء الله غادي نتجاوزوه باش نكونوا فريق، لانه الوقت ضيق. تتعرف ان لا بريباراسيون خصها تكون تقريبا في واحد 8 سيمان، ولكن الوقت ضيق. شفنا انه مع كورونا ولات البطولات تتسالي متاخرة، الامور صعبت شويه، كانت شويه ديال قصه الراحه اللاعبين ما بقاوش ياخذوه طويل. ولكن في 4 سيمان او 5 سيمان ديجا انه الستاف اللي بقى مع الفريق فهو دار واحد المجهود كبير الاسبوع الثاني، والان دخلنا في الاستعدادات ديال هذا الموسم. وان شاء الله نقدروا انه في هذيك لا كونسونطراسيون، تنشكر المكتب المسير انه وجد علينا هذيك دي جور اللي تكون فيرمي باش غادي تكون فيها واحد الرقابه اللي غيكون شويه شارج. وان شاء الله نرجعوا لمدينه وزن مستعدين ان شاء الله في انطلاق ديال البطوله ديال القسم الوطني الثاني، لانه تيختلف القسم الوطني الثاني على القسم الوطني الاول بزاف ديال الحوايج. القسم الوطني الثاني تتعرفوا فرق فيها قويه، تتكون المنافسه على الصعود تقريبا واحد غادي يلقاو واحد 8 أو 7 فرق اللي تتنافس على الصعود. لهذا خصنا نكونوا مستعدين ان شاء الله باش نفرحوا مره اخرى الجمهور ديال مدينه وادزم اللي تستحق كل تشجيع، ويستحق انه يكون عنده فريق في القسم الوطني الاول. شفنا هذه المده اللي كان فيها في القسم الوطني الاول، فهو بكل صراحه كان ليه كل تشجيع، لا من طرف الجمهور لا من طرف المكتب المسير لا من طرف اللاعبين. يعني هذا ماشي كلام تنقولو، انا جميع التقنيين تيشهدوا بسريع وادزم كان الفريق اللي هو كان قوي. وتنتقصفوا انه يعني
يعني اشياء بسيطه اللي خلات انه فريق سقط القسم الوطني الثاني، ولكن هذه ماشي هي النهايه ديال المشوار اي فريق، ولكن هذه النهايه باش انه نستعد ان شاء الله ونرجعوا الفريق الموسم الماضي. حنا يعني هذه الاكراهات كلها حنا خلينا مورانا، ولكن ان شاء الله غادي نديروا مجهودات حنا ديالنا التقنيه باش نوفروا واحد الفريق اللي يكون في مستوى ولاق بالجمهور ديال مدينه فرنسا. شكرا. اذا بعد هذا العرضين، يعني احنا دائما سنلح على اننا نكون صرحاء مع دواتنا، اولا صرحاء مع الطاقم التقني، يعني الفلسفه ديال الصراحه والحقيقه، وكذلك واضحين مع الاعلام وصرحاء معه بشكل دقيق. السياسه التواصليه غادي تكون دائمه، غادي نعلنوا على البرنامج الاعلامي في اطار التواصل مع الاعلام باش كل حاجه دقيقه وكل معلومه صحيحه هي اللي تصرف للاخوه الاعلاميين. اذا تنعاود نجدد الشكر لكم، اذا تنفتح باب الاسئله، نحاولوا نكونوا يعني مختصرين في الاسئله، ولكن ما غاديش نحرمكم من حقكم فيها. شكرا. شكرا. يعطينا الاسم والمنبر. مرحبا، نفع الجريدة النخبة وراديو مدينة أفعى. مرحبا سي نفع، ناخذ اللائحة كاملة وندير الأخ عبد العزيز الحاسي يوتيوبر مهتم بالشأن الوطني عبد العزيز الحاسي المحلي كذلك الرياضي. عزيز قنفوذ مغربي الإعلامية رياضي. أخ شعباني أخ شعباني محسن جريدة أرض بلادي. أرض بلادي محسن. أخ رشيد حديوي. مرحبا رسيل قناة شوف تي في. مرحبا سي رشيد حديوي. هشام عسال. هشام عسالي. هشام عسال. عسال فار بريس. فار بريس. فار بريس. اخ حديدو عبد الصمد فيس بريس. حديدو عبد الصمد مرحبا. تنبغي جميع الاخوان الغادي، اذا نتوكلوا على الله وفق مرتبه. السي سعيد النفاع. تحيه للحضور الكريم، تحيه للاخوان الزمعيين. سمحتي عوري قيد السجن. تحية مجددة، مرحبا بالسي بكري في داركم هذه.